السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي صديق لا يقوم بكي ملابسه، لا يقوم بكي ملابسه بالكوي، ويقول إنه يفعل ذلك من باب الزهد، فهل هذا من الزهد المشروع؟ لا لا، ينظف ملابسه، ينظف، يغسلها ويكويها وينظفها، يظهر بالمظهر الحسن، هذا شيء طيب. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.